تبعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل خير. تبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تتفرق بعض الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع 27 درجة مئوية متوقعة، الملموسة 26، الرطوبة 52%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ شمالا، إربد 28 إلى 16، المفرق 29 إلى 17، جرش 28 إلى 16، عجلان 25 إلى 14. المنطقة الوسطى، البحر الميت 35 إلى 23، مأدبة 28 إلى 17، البلقاء 28 إلى 18، أما عمان تسجل 27 إلى 18، الزرقاء 20 30 عفوا إلى 18. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 26 إلى 16، طفيلة 25 إلى 17، الشوبك 24 إلى 17، معان 30 إلى 18، والعقبة 35 إلى 24. المنطقة الشرقية، الأزرق 32 إلى 18، صفاء 31 إلى 17، أرويشد 31 إلى 19. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.